السلام عليكم، معكم قدمة نوال. كان لي الشرف انني اليوم كنت من المشاركين في السهره ديال الاحتفال بالمتفوقين والمتخرجين ديال وليدات الامن ديالنا. فتنقول لهم باك مسعود عليهم، والله يسخر فيهم، والله يخلي لنا الامن الوطني اللي دائما ساهر على الراحه ديالنا. كانت سهره زوينه بزاف في مدينه مكناس، كان الجمهور حاضر بكثافه الحمد لله، كانت سهره نايضه نايضه نايضه. شكرا لكم، شكرا للجميع، شكرا للفاس نيوز.